Ciao a tutti, come state? Spero che tutto vada bene. النهارده هنشرح مع بعض درس من دروس الجراماتيكا للثانويه العامه. يا ترى هنشرح ايه؟ هنشرح مع بعض الفوتورو كومبوستو. الفوتورو كومبوستو؟ questo futuro composto mi sta qui. È davvero molto difficile. لا سهل يا اختي، ما تقفليش. No, guarda che si chiama futuro composto. Allora, si capisce la sua difficoltà dal nome? انت فاهم غلط خالص. هصدمك واقولك ان الفوتورو كومبوستو او المستقبل المركب من اسهل الازمنة اللي ممكن تدرسها في حياتك. مش هتكلم اكتر من كده، هاخدك على طول للابانيا او للسبورة. بس قبل كده متنساش تعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب في الشانل من تحت وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. هتلاقي في بلاي ليست تحت دروس الثانوية العامة للغة الايطالية، شاركها مع اصحابك ويلا بينا نبدأ الدرس فورا علشان اوريك ان هو فعلا من اسهل الازمنة اللي انت ممكن تدرسها في حياتك، وان اسمه فوتورو كومبوستو ده اسم اوانطة. طب يعني ايه مستقبل مركب او كوزا سينيفيكا الفوتورو كومبوستو؟ الفوتورو كومبوستو ده هو زمن بيتم استخدامه في حالتين بس. الحالة الأولى لما بيكون معي مستقبل بسيط معي في الجملة، الحالة الثانية لما بيكون في حدثين هيتموا في المستقبل، واحد هيتم قبل الثاني. مش فاهم حاجة؟ بولتو نورمالي، عادي جدا. هحاول ان انا اضرب لك مثل واضح، ولو انت عملتيلي لايك لما تيجي هتعملي لايك انا هكون مبسوطة جدا. طيب الحدث الاول ايه هو؟ ان انت هتعملي لايك. الحدث الثاني ان انا هكون مبسوطة جدا. اذا انا عندي حدثين هيتموا في المستقبل، واحد هيتم قبل الثاني، تمام كده؟ طيب هو ده بالظبط استخدام الفوتورو كومبوستو. طب يا ترى الفوتورو كومبوستو هيكون دوره الحدث الاول ولا الثاني؟ هيكون الحدث الاول، تمام كده؟ يلا بينا نشوف التكوين هنا على اللافانيا، الدنيا هتبقى اوضح جدا. كنت متعودة دايما ان انا الفت نظرك او نظرك. اي زمن في اللغة الايطالية ليه حاجة اسمها parole chiavi، او ليه حاجة اسمها كلمات مفتاحية. يعني ايه؟ يعني علامات، دلالات، اول ما تشوفها في الجملة تعرف ان الجملة دي هيجي بعدها على طول الزمن ده. طيب زي ايه؟ زي الفوتورو كومبوستو ليه اشهر ثلاث علامات اللي اول ما اشوفهم اعرف ان اسطمبة كده لازم يجي بعدهم الفوتورو كومبوستو. طب ايه هما؟ هما ثلاثة: dopo che, quando و appena. dopo che يعني بعد، quando يعني عندما، و appena بمجرد ان. التلاتة دول اول ما اشوفهم اسطمبة على طول بيجي بعدهم المستقبل المركب، لان احيانا بنتخدع في اللغه الايطاليه من كتر ما في ازمنه كتير داخله في بعض وازمنه كتير شبه بعض الخ الخ. بس اوعى تتخدع ابدا، انت بمجرد ما تشوف الثلاثه اللي انا هكتبهم لك هنا اعرف ان بعديها كده اسطمبه مستقبل مركب، وبعديها على طول بقى المستقبل البسيط، لان انا كنت لسه منوهه ان المستقبل المركب بيجي معاه في نفس الجمله مستقبل بسيط. باروله chiavi او علامات. علامات المستقبل البسيط انا قلت ثلاثة: dopo che, quando وكمان appena. فاكرين معناهم؟ انا عارفة ان siete davvero bravi e هتقولولي المعنى me lo direte. allora dopo che يعني بعد ان، quando يعني عندما، appena يعني بمجرد ان. بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم الفوتورو كومبوستو اللي هو المستقبل المركب المركب، وبعد كده كما، وبعد كده المستقبل البسيط. كنت شرحت لكم المستقبل البسيط او الفوتورو سيمبلشه بالتفصيل الممل، هسيب لكم الشرح بتاعه في صندوق الوصف، ادخلوا وشوفوه. لو انت مذاكر مستقبل بسيط كويس جدا، المستقبل المركب مش هياخد في ايدك غلوه، مش هياخد في ايدك حرفيا غلوه. طيب انا دلوقتي قلت لك ان تركيبه الجمله كالاتي. تركيبه الجمله ايه؟
دو بوكي او كواندو او ابينا، بعدها مستقبل مركب وبعد كده مستقبل بسيط. طب انت ممكن بقى تقولي لي تركيبه المستقبل المركب بسرعه؟ انجزي، انا زهقت، كفايه مقدمات. حاضر يا فندم، بس انا مش هينفع ادخل الدخله بتاعته وانا مش مفهمك الاساسيات. تعالوا بقى علشان خاطر افكركم بحاجه خدناها المحاضره اللي فاتت، الا وهي المستقبل البسيط. فاكرين المحاضره اللي انا شرحتها لكم؟ قلت لكم لو انتوا فاهمينه كويس هتفهموا مستقبل مركب كويس. فاكرين كنت قايله لكم ان في فعلين سيكونسيرانو لا كولونا ديلا لينغوا ايتاليانا، عمود اللغه الايطاليه. قلت لكم ان الفعلين دول لما باجي اصرفهم بحفظهم اسطمبه كده وبصرفهم في المستقبل زي ما هما، مش هفتكس فيهم اي حاجه. عندي فيربو اسر في المستقبل البسيط، كان، يو، تو، بلاي، ولوي. معلش ladies first عشان كده حطيت ليه الاول. انا عنصرية. باي ولورو. طيب قلتلكم مع ايو هيبقى سارو، ساراي، سارا، ساريمو مع نوي، وي سارته، وي سارانو. اوكي، ده بقى بيو او زائد البارتيسيبيو باساتو اللي هو اسم المفعول. عارفين اسم المفعول ده بتاع ايه؟ اكيد طبعا عارفين، فضيحه لو ما تعرفوش. انتوا خدتوا زمن الماضي، قلت لكم، مش انا اللي قلت لكم، اكيد انتوا درستوا زمن الماضي ده شور سيكورامينتي. طيب زمن الماضي لو انا مثلا عندي فعل انداري اللي هو يذهب بيبقى انداتو، افكركم بيه. عندي فعل مثلا فيديري اللي هو يرى هيبقى فيستو، وهكذا. في منه الريجولاري وفي منه الايريجولاري، في منه المنتظم، الافعال المنتظمه اللي بحولها لاسم مفعول او البارتيسيبيو باساتو، وفي منها اللي هو مش منتظم الايريجولاري وبحولها لاسم مفعول في البارتيسيبيو باساتو. لو انت مش عارف تجيب الافعال دي لازم تذاكر درس الماضي كويس جدا علشان هيفرق معاك. طيب اذا التركيبه كالاتي، الفوتورو كومبوستو بيتكون من الفعل أسرة زائد البارتيسيبيو باساتو أو اسم المفعول، وكذلك الفعل أفيري. تعال أوري لك التصريف بتاعه في المستقبل البسيط. أفيري أهو، مع إيو والكلام ده هتبقى، مع إيو هتبقى أفرو، ومع تو هتبقى أفراي، ومع لوي ولي هيبقى أفرا، ومع نوي هيبقى أفريمو. يلا كمل معايا، فوي أفريتي، ولورو برانو. اوكي، زائد برضو البارتيسيبيو باساتو اللي هو اسم المفعول، اسم المفعول. مش عارفه اكتبها، المفعول. اوكي، اذا شفت قد ايه التكوين بتاع الفوتورو كومبوستو اسهل بكتير جدا من التكوين بتاع الفوتورو السامبلشا. بيتكون من ايه؟ بيتكون من دو بوكي او كواندو او ابينا، زائد التصريف بتاع فعل استري او افيري في المستقبل البسيط، زائد البارتيسيبيو باساتو. حساك تهت مني، مش عارفه حساك تهت مني. لا بقى، ده انا لازم اضرب لك امثله علشان تفهم معايا كويس جدا قد ايه مولتو فاتشيلي كويستا ليزيوني، قد ايه الدرس ده فعلا سهل. قلت لك ان انا هثبت لك المعلومه لما اضرب لك مثال عليها. من شوية قلت لك ان التركيبة بتاعة الفوتورو كومبوستو هي كالاتي، دوبو كي او ابينا او كواندو، يعني اي علامة من علاماته، وبعد كده جملة في الفوتورو كومبوستو، وبعد كده جملة الفوتورو سامبلشي. قلت لك انك لازم تكون مذاكر الفوتورو سامبلشي كويس علشان تفهم الفوتورو كومبوستو، وقلت لك كمان، قلت لك كمان ان هما بيكونوا حدثين متناغمين، واحد هيحصل قبل التاني في المستقبل، اللي هيحصل الاول بختار معاه الفوتورو كومبوستو. ده ملخص المحاضره، يلا بينا علشان نبدا الامثله مع بعض. اوكي عبرو فينيتو لا سكولا فارون فياجو. دلوقتي انا عندي زمنين، الزمن الاول في المستقبل والزمن الثاني في المستقبل، ولكن ده هيحصل الاول وده هيحصل الثاني. نترجم علشان تفهموا. بعد ان
سأنهي المدرسة سوف أسافر، يعني أنا الأول هخلص دراستي وبعد كده هسافر. علشان كده استخدمت ده اللي هو الزمن الأول استخدمته في الفوتورو كومبوستو، والزمن الثاني استخدمته في الفوتورو السمبلشي. تعالوا نشوف مثل تاني. لانو بروسيمو سروان داتا روما جينيفرا سارا لورياتا. السنة الجاية لما هروح روما بعد كده جينيفرا هتتخرج. اذا انا عندي العلامة من علامات الفوتورو كومبوستو لانو بروسيمو، دي احنا ما قلناش عليها، معناها السنة الجاية او اي حاجة لها علاقة بالمستقبل ممكن تعتمد كعلامة من علاماته لو جه بعدها فوتورو كومبوستو. يلا بينا. السنة الجاية انا هكون هروح روما وبعد كده جينيفرا هتتخرج. اذا لاحظنا ان الحدثين في المستقبل واحد قبل التاني، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، كنت قايلة لكم ان انتوا لازم تذكروا كويس قوي زمن الماضي علشان خاطر التصريفات بتاعة الافعال. تصريفات الافعال مهمة جدا جدا. تصريفات الافعال في الماضي علشان خاطر قلت لكم ان المستقبل المركب بيتكون من الفعل أسرع او افير تصريفه في المستقبل البسيط زائد البارتيشيبي بساتو او اسم المفعول. دي شوية افعال جبت لكم اسماء المفعول بتاعتها. يلا بينا نبدأ كده هنراجع مع بعض عليهم، وبعد كده هبقى اسيب لكم صفحتين ثلاثة فيها الفعل واسم المفعول بتاعه اللي بيستخدمه اوريدي في الماضي اصلا. يلا بينا. ديرا ديتو يعني يقول، فاري فاتو يعني يعمل، كيودرا كيوزو يعني يغلق، ليجرا ليتو. على فكرة اللي مذاكر كويس جدا الماضي هيرتاح جدا في الدرس ده، واللي مذاكر كمان المستقبل البسيط هيبقى بالنسبة له الدرس ده لعب عيال كده، تحصيل حاصل حاجة اي كلام. ليجرا ليتو يعني يقرأ، برندرا بريزو يعني يأخذ، ديتشيدرا يقرر، ديتشيزا شاليرا شالتو يعني يختار، سكريفرا سكريبتو يعني يكتب، موريرا مورتو يعني بيموت لا قدر الله، بياشيرا بياشوتو بياشيرا بياشوتو يعني بيعجب، ناشيرا ناتو يعني بيتولد. بس كده، هو ده الدرس سهل جدا جدا. هسيب لك شويه افعال بالبارتيشيبي باساتو بتاعهم. اي سي في بياشا ميتاتي مي بياشا سول فيديو سكريفاتيفي سول كانالي سنو لافيتي فاتو. الشاطر هو اللي هيكون فهمني. انا بامل ان الدرس ده يكون فعلا فرق معاكم ويعجبكم، ولو عجبكم وفرق معاكم اعملوا لايك للفيديو علشان طلبت منكم في اول الفيديو وما عملتوش، ها، واعملوا سبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دوبيتي اكتيفار لا كامبانيلا، فعلوا الجرس. طيب ده كان كل حاجه بالنسبه للفوتورو كومبوستو. وعايزه اقول لكم كمان ان انا عندي قناه جديده وقناه تانية هكلمكم عنها. دي قناتي الجديده، مش هقول لكم عن المحتوى بتاعها، ادخلوا اتفرجوا عليها هيعجبكم جدا 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 انا متاكده. اعملوا سبسكرايب فيها، واعملوا سبسكرايب في القناه دي بتاع المهندس محمد الشامي، بيقدم عليها كورسز اونلاين مجانا في حاجات كتير جدا بتتقدم بفلوس غاليه زي الفوتوشوب، المونتاج، الرسم، وكمان الانيميشن وايت بورد انيميشن والباوربوينت وحاجات تانية كتير جدا جدا. ففعلا عنده علم نافع ومجاني، فليه ما تدخلوش تشوفوه مجانا. وكمان ادخلوا على القناة بتاعتي الجديدة ونوروني. اهم حاجة في القناة دي هتلاقوا كورسات بقى لها علاقة بالايطالي وتعليمية، خدوا لفة حلوة كده. هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس دروس الثانوية العامة، وشاركوا الفيديو ده مع صحابكم وقرايبكم وكل اللي تعرفوه في الثانوية العامة علشان انا متأكدة ان هو هيفرق معاهم. يلا بحبكم جدا. كان معكم الاء حسان، دتا انجلا، اسمي الاء حسان بس في ايطاليا بيسموني انجلا. تشاو يلا بروسيما، تشاو.